بيبدأ الفيلم مع لوسون لما بيصحى على صوت وصول عربية النفايات في الشارع، وبيقول لمراته إن النهاردة مش معادها، فبتخمن إنهم ممكن يكونوا غيروا جدول مواعيدهم. وبيقوم لوسون يلم النفايات عشان يطلعها، لكن أول ما بيخرج من البيت بيلاقي المجرم كوك قدامه، وبيكون متنكر في لبس عامل نظافة ومعاه شخص تاني، وبيصوبوا مسدساتهم على لوسون وبيضربوه بالنار وبيقتلوه. وتاني يوم بيروح كوك لمعرض العربيات بتاع الضابط فورستال، وبيمثل كوك قدامه ان في عربية عجباه وبيستأذنه انه يركبها عشان يجربها. وقتها بيحاول فورستال انه يقنعه بمميزات العربية عشان يخليه يشتريها، لكن فجأة كوك بيخبطه بالعربية وبيكسر بيه ازاز المعرض، فبيموت فورستال وبيهرب كوك من المكان. وبعدها بيروح كوك عند النهر وبيشوف العقيد بنت وهو راكب مركب، فبيستخدم كوك جهاز لاسلكي بيفجر بيه المركب واللي عليها من بعيد. وبعد فترة بيروح العقيد جون ماتريكس علشان يخرج مع بنته جيني، بعد ما قرر انه يسيب الشغل في مركز الشرطة علشان يعيش مع بنته لوحدهم ويقضي وقته كله معاها ويبعدها عن اي مشاكل ممكن تهدد حياتهم. واثناء ما هم قاعدين مع بعض في يوم بيلاحظ جون طيارة هليكوبتر جاية من بعيد، وساعتها بتقلق جيني وبتعرفه انه وعدها قبل كده انه مش هيرجع الشغل تاني وانه هيفضل معاها، فبيأكد لها جون انه هيفضل عند وعده مهما حصل. وبينزل من الطيارة المحقق كيربي ومعاه اتنين من الحراس، وبيروح كيربي يتكلم مع جون وبيعرفه ان لوسون وفورستال وبنت رجالة الوحدة بتاعته كلهم اتقتلوا، وانه حس ان جون في خطر لانه اخر واحد من رجالته، وان ده السبب اللي خلاه يجي علشان يسيب معاه اتنين من الحراس وهم جاكسون وهاريس، لحد ما يعرف مين المجرم اللي قتل رجالته ويقبض عليه قبل ما يوصله هو وجيني. وبيخمن كيربي ان المجرم مبعوث من جهة سورية او روسية او من جنوب امريكا، وغالبا هيكون تبع خلية ارهابية. وبيعرفوا انه هيرجع للمكتب ويتواصل مع الفيدراليين علشان يحط خطة يحل بيها المشكلة قبل ما تكبر. ولما بيمشي كيربي بيروح جون يطمن بنته جيني انه هيفضل جنبها لانها كانت خايفة. وفجأة جون بيلاحظ مجرمين باسلحة حوالين المكان وبيضربوا عليهم نار، فبياخد جيني وبيدخل البيت قبل ما حد يأذيها، وبيقع جاكسون على الارض لانه اتصاب برصاصة من المجرمين. وقتها بيطلب جون من جيني انها تطلع على اوضتها وتستخبى في حتة محدش يلاقيها فيها، وفعلا بتروح تستخبى تحت السرير. وساعتها بيكون جون دخل البيت من الناحية التانية وبتقع قدامه جثة هاريس، لكن فجأة بيلاقي واحد من المجرمين قاعد قدامه على الكرسي، وبيتكلم المجرم مع جون وبيعرفه انهم اخدوا بنته وانها تبقى في امان معاهم طول ما هو بينفذ اللي هم عاوزينه، وبيوعده انه اول ما يخلص اللي هيطلبوه منه هيرجعوها له من غير ما تتأذي. لكن جون بيصوب عليه المسدس وبيقتله، وبيخرج من البيت بسرعة عشان يلحق المجرمين قبل ما يبعدوا بجيني، وبيروح يركب العربية. وبعد ما بيمشي بيكتشف ان المجرمين شايلين الفرامل منها، وبسبب اللي حصل بيعمل جون حادثة بالعربية، لكن بيقدر انه ينط من العربية قبل ما تنفجر. وساعتها بيهجم عليه المجرمين وبيمسكوه علشان ما يهربش. وقتها بيظهر بنت اللي كان على المركب اللي فجرها كوك، وبيتفاجئ جون انه لسه عايش، وبيتكلم بنت مع جون وبيعرفه ان حادثة موته المزيفة كانت خطة علشان يقدر يوصل له عن طريق كيربي، لانه كان متاكد ان كيربي هيروح يحذره بعد ما كل رجالته ماتت. وبيفهمه بنت انه من يوم ما اطرد من وحده جون وهو مستني اللحظه اللي هينتقم منه فيها، وبيعرفوا انهم دلوقتي في ساعه الحساب. وبيصوب بنت عليه بالمسدس وبيضربه بحقنه مخدره وبيفقد جون الوعي. وبعد ساعات بيفوق وبيلاقي نفسه وسط عصابه العقيد الفاسد اريس اللي جون كان السبب انه يتشال من المنصب بتاعه، بعد ما بلغ عنه رئيس مدينه فالفيري وفضح الفساد اللي كان بيعمله. وبيتكلم اريس مع جون وبيعرفه ان المهمه المطلوبه منه هو انه يقتل رئيس فالفيري، فبيتعصب جون عليهم وبيرفض. فبيروح بنت يجيب بنته جيني قدامه وبيحط السكينه على رقبتها وبتكون خايفه جدا، وساعتها بيضطر جون انه يوافق علشان ينقذ بنته. وتاني يوم بنت بيوصل جون للمطار وبيسيب معاه اتنين من رجالته، واحد منهم اسمه سولي علشان يراقبه لحد ما يتاكد انه ركب الطياره، والتاني هو هنري ومهمته انه يبقى معاه في الرحله ويتاكد انه هيوصل. وبيهددوا بنت انه لو فكر يخدعهم هيبعت له جثه بنته. ولما بيسالوا جون عن المبلغ اللي اخده مقابل انه يخطفه هو وبنته، بيرد عليه بنت وبيعرفه ان اللي كلفوه بالمهمه كان هيدوله 100,000 دولار، لكن لما عرف ان الموضوع هيبقى مع جون قرر يعمله من غير مقابل علشان يحس بلذه الانتقام منه. فبياكد له جون انه راجع له وهياخد حقه، وبيقول له بنت انه مستنيه. وبعدها بيروح جون وبيركب الطياره مع هنري، وبيفضل سولي مستني على ارض المطار عشان يشوف الطياره وهي بتطلع ويطمن. وفجأة جون بيضرب هنري من غير ما حد يلاحظ على الطيارة وبيموته، وبيفهم المضيفة انه نام عشان تعبان، وبيعرفها انه يروح للحمام لانه حاسس بدوخة. وساعتها بيفضل يدور على مخرج من الطيارة قبل ما تطلع في الجو، لكن بتبدأ الطيارة انها ترتفع عن الارض وهو لسه بيدور. وساعتها بيمشي سولي لما بيلاقيها بدأت تتحرك، وبيتصل بآريس علشان يطمنه ان جون اتحرك في الطيارة. وفي الوقت ده بيوصل جون لفتحة تحت الطيارة وبيخرج منها وبينط في البحر،
وبيعرف إن مفيش قدامه غير 10 ساعات بس علشان يقدر يوصل لجيني وينقذها قبل ما حد من العصابة يكتشف هروبه ويأذيها. وفي نفس الوقت ده بيشوف سولي بنت عند كابينة التليفونات اسمها ساندي، وبيبان إنه معجب بيها وبيروح يتكلم معاها، لكن ساندي بتسيبه وبتمشي. ووقتها بيكون جون ماشي في اتجاههم من غير ما حد يلاحظه، وأول ما بيتأكد إن سولي مشي بالعربية بيروح جون لساندي وبيكسر كرسي العربية بتاعتها وبيقعد مكانه علشان سولي ما يشوفوش، وبيطلب منها تطلع ورا سولي بالعربية. ووقتها ساندي بتخاف وبتضطر تنفذ كلامه، وفي الطريق بتسأله ساندي لو كان هيقتلها، فبيطمنها جون إنه مش هيأذيها أبدا. ولما بيوصلوا عند المول اللي سولي دخله بينزلوا من العربية وبيدخلوا وراه، وساعتها بيطلب جون من ساندي إنها تروح تتكلم مع سولي وتقوله إنها عاوزة تتعرف عليه علشان تساعده يرجع بنته اللي سولي وعصابته خطفوها. فبتخدعه ساندي وبتفهمه إنها موافقة، لكن أول ما بتسيبه بتروح لحارس الأمن وبتبلغ عن جون وبتقوله إنه خطفها وبتديله مواصفاته. وفي الوقت ده بيروح الحراس علشان يقبضوا عليه، لكن جون بيفهمهم إنه مستني صاحبته هنا. ووقتها بيخرج سولي وبيشوف ساندي وبيقف يتكلم معاها، ولما بيلاحظوا جون بيضرب حراس الأمن علشان يهرب قبل ما سولي يشوفه، لكن سولي بيكون شافه فبيسرق فلوس من ساندي وبيتحرك ناحية التليفون بسرعة عشان يبلغ أريس إنه هرب. وساعتها بيجري جون وراه وبيكسر كابينة التليفون علشان ما يعرفش يتصل بأريس، وبيوصل حراس الأمن وبتدور معركة بينه وبينهم وبيضربهم جون وبيهرب. وبيروح جون يركب عربية ساندي، فبتروح وراه وهي متعصبة وبتسأله هو مين علشان يسرق عربيتها، وكمان يأمرها تنفذ حاجة هي مش عايزاها وبتكون عاوزة تعرف السبب اللي خاطفين بنته علشانه. لكن جون بيرفض انه يقول لها اي حاجة، وبتحصل مطاردة بينه وبين سولي بالعربيات لحد ما بيقدر جون انه يوقع عربية سولي في الشارع، وبينزل من العربية وبيروح له وبياخد من جيبه مفتاح الأوضة اللي هو قاعد فيها في الفندق وبيشيله وبيروح لمكان عالي وبيهدده انه هيحدفه لو ما قالهوش على مكان بنته. فبيعرفوا سولي ان كوك هو اللي يعرف مكانها وبيوعده انه لو نزله هيساعده يوصل لبنته، لكن جون بيرد عليه وبيفهمه انه اخد منه مفتاح الاوضه بتاعته اللي في الفندق وان اكيد كوك هيروح على هناك. وبيعتذر له جون انه مش هيقدر ينفذ وعده معاه لما قال له انه هيقتله اخر واحد من العصابه وبيحدفه. وبعدها بيرجع لساندي وبيكذب عليها وبيفهمها انه ساب سولي يمشي علشان ما تخافش منه، وبيركبوا عربيه سولي لان عربيه ساندي بتكون اتدمرت في المطارده. وبيعتذر لها جون عن الفوضى اللي تسبب لها فيها، وبيوريها صورة جيني في المحفظة بتاعته وبيعرفها ان العصابة خطفينها علشان يضغطوا عليه بيها وينفذ اللي هم عاوزينه. ووقتها بيصعب جون على ساندي وبتوعده انها هتساعده يرجع جيني، وبيوصلوا للأوضة اللي سولي كان قاعد فيها في الفندق وبيفضلوا يدوروا على اي حاجة ممكن توصلهم لكوك، لكن فجأة بيلاقوا كوك بيخبط عليهم، فبتفتح له ساندي الباب وبتخدعه ان سولي في الحمام وبتفهمه انها تبع خدمة الفندق. ووقتها بيكون جون ورا الباب وبيهجم على كوك اول ما بيدخل، وبيدور قتال عنيف بينهم، وبسبب اللي حصل بتدخل حديدة في جسم كوك وبيموت في ساعتها. وبيفتش جون في جيبه على أي حاجة تعرفه مكان بنته، وبعدها بياخد ساندي وبينزلوا يدوروا في عربيته لحد ما بتلاقي ساندي فاتورة بنزين لواحدة من طيارات أريس، فبيعرفها جون إنهم أكيد نقلوا جيني في الطيارة دي، وبياخدها وبيروحوا للمستودع عشان يعرفوا خط سير الطيارة. ولما بيوصلوا للمستودع بيطلب جون من ساندي إنها تقف وتستنى إشارة منه، وبيروح يطلع على واحدة من المواسير لحد ما بيقدر يدخل المكان بهدوء من غير ما حد يلاحظه. وبيوصل جون لأوضة واحد من رجالة أريس وبيضربه لحد ما بيفقد الوعي، وساعتها بينادي لساندي وبيحاولوا يدوروا على أي خيط يعرفهم خط سير الطيارة، وبيلاقوا قدامهم خريطة عليها مكان متحدد وبيخمنوا إن ده المكان اللي العصابة مخبية جيني فيه. وبعدها جون بياخد ساندي وبيروحوا يهجموا على مخزن سلاح كبير وبيسرقوا عدد كبير من الأسلحة علشان تساعدهم في المهمة، لكن قبل ما يمشوا من المخزن بتوصل الشرطة للمكان وبتقبض على جون. وساعتها بتحاول ساندي انها تشتت الضباط عن جون علشان يقدر يهرب، لكن بتفشل، فبتقرر انها تستخدم مسدس الصواريخ وبتصوبه عليهم وبتضرب بيه، لكن بتطلع كانت ماسكاه بالعكس وبتفجر مخزن الأسلحة اللي وراها كله، فبتعكس المسدس وبتضرب على الشرطة وبتموتهم. ووقتها جون بياخد ساندي وبيهربوا، وبيكون قدامه 5 ساعات بس علشان يقدر يوصل لجيني قبل ما أريس وعصابته يقتلوها. وبعد 3 ساعات أريس بيسأل بنت لو كان واثق ان جون هينفذ المهمة اللي طلبوها منه من غير ما يعمل لهم مشاكل، فبيعرفوا بنت ان طول ما جيني معاهم فجون مجبر ينفذ كل اللي بيطلبوه منه مهما كان، وبيأكد له انهم كده كده هيدخلوا في قتال مع جون لما يرجع سواء كانت جيني عايشة او ميتة، وده لان جون مش هيعدي اللي عملوه معاه وهيصمم ياخد حقه ويرد كرامته. وفي نفس الوقت ده بتحاول جيني انها تهرب، لكن بتلاقي كل الابواب والشبابيك مقفولة ومفيش امل انها تخرج من غير ما حد يساعدها، وبتبدأ تحس بيأس وبتخاف ان حد يأذيها او يأذي ابوها. وبيروح جون يضرب حارس موقف الطيارات الخاصة وبيسرق طيارة هو وساندي، ولما بيركبوها بتظهر مجموعة من افراد الامن وبيضربوا نار على جون وساندي، وساعتها بيطلب جون من ساندي انها تسوق الطيارة بسرعة
لكن ساندي بتكون متوترة جدا لأن الطيارة قديمة ومش عارفة تتحكم فيها، وبتحصل معركة بين جون وأفراد الأمن بالأسلحة، لكن جون بيقدر يتغلب عليهم وبيقتلهم وبيوقعهم في النهر، وساعتها ساندي بتقدر تسوق الطيارة وبيتحركوا بيها للمكان اللي أريس خاطف جيني فيه. وبعدها بيقرر جون وساندي انهم يتصلوا بخفر السواحل علشان يبلغوا كيربي، وبيجي ينقذهم هم وجيني، لكن خفر السواحل بيرد عليهم بيعرفوهم انهم بيطيروا دلوقتي في منطقة خطر، وانهم لو ما وقفوش الطيارة من نفسهم هيبعتوا قوة علشان تنزلهم، ومش بيقدر جون انه يوصل لكيربي من خلالهم. فبيحاول جون وساندي انهم يتحكموا في الطيارة لحد ما بيبعدوا عن منطقة الخطر. وتاني يوم الصبح بتوصل طيارة جون وساندي لمكان قريب من بيت أريس، في نفس الوقت اللي بتوصل فيه الطيارة اللي عليها هنري لمدينة فالفيري. ولما بتنزل جثة هنري من الطيارة بيشوفها ناس من العصابة كانوا مستنيين ينزل مع جون، ووقتها بيروحوا يتصلوا بأريس وبيعرفوه كل اللي حصل. وفي نفس الوقت ده بيكون جون جهز نفسه بكل الأدوات والأسلحة وبيروح علشان يراقب مكان أريس من بعيد، وبعدها بيبدأ يزرع قنابل حوالين المكان من غير ما حد يلاحظ، وساعتها بيهجم على جون عدد كبير من الحراس وبتحصل معركة قوية بينه وبينهم، لكن بيقدر يتغلب عليهم وبيفجر المبنى بتاعهم كله علشان يتأكد ان كلهم ماتوا. ولما بيسمع آري صوت الانفجار بيعرف ان جون اخيرا وصل لمكانهم، وبيكون مستني يظهر عشان يقتله، وبيدي امر البنت انه يقتل جيني. ولما بيدخل بنت الأوضة الجيني علشان يقتلها وينتقم من ابوها، بيلاقيها هربت من فتحة صغيرة عملتها في الباب، فبيتعصب بنت جدا وبيكسر الباب عشان يطلع وراها ويرجعها قبل ما تبعد. وقتها بيجري عدد كبير من حراس الأمن ورا جون بالأسلحة علشان يقتلوه، لكن جون بيصوب عليهم صاروخ وبيموتهم كلهم. وفي نفس الوقت ده بتكون ساندي مستنية في الطيارة وبتحاول توصل لكيربي، وبتنجح إنها توصل للسكرتيرة بتاعته، وبتروح السكرتيرة تبلغ كيربي إن في مكالمة ضرورية جدا، فبيجري كيربي علشان يرد عليها. وساعتها بيدخل جون يستخبى في مخزن بعيد عن الحراس لأنه بيكون اتصاب بجرح في جنبه، لكن بيرجعوا يتجمعوا حوالين المخزن وبيصوبوا أسلحتهم من بره، وبيفضلوا يضربوا نار لحد ما المكان كله بيتدمر من جوه، وبيفتكروا ان جون مات من كتر الرصاص اللي ضربوه. ولما بيحاولوا يدخلوا المخزن بيتفاجئوا انه لسه عايش، وبتدور بينه وبينهم معركة شرسة جدا، وبيستخدم البنادق والرشاشات اللي معاه لحد ما بيقدر يقتلهم كلهم. وبعدها بيدخل جون للمبنى اللي فيه أريس وبيصوب عليه السلاح وبيضرب عليه بالرصاص، وبيقع أريس من البلكونة وبيموت. وبيروح جون يدور على جيني لحد ما بيسمع صوتها قريب منه، فبيمشي ورا الصوت، لكن قبل ما بيلاقيها بيكون بنت وصلها قبله، وبيضرب جون قدامها بالنار في كتفه، وبيطلب جون منه انه يسيبها تمشي ويتقاتل معاه من غير ما يضغط عليه بيها. وساعتها بيوافق بنت لانه بيفتكر انه هيقدر يهزم جون بسبب الجرح اللي في كتفه، وفعلا بيسيب جيني تمشي. ووقتها بيدور قتال عنيف بينهم، وبسبب اللي حصل بيقدر بنت انه يتغلب على جون، وبيصوب السكين على وشه، وبيكون على وشك انه يقتله، لكن جون بيمسكه في اخر لحظه وبيرميه من مكان عالي وبيقع معاه، وبيرجعوا يكملوا قتال تاني. وبتكون جيني واقفه شايفاهم من فوق وخايفه جدا على ابوها، وبيقدر جون انه يرمي بنت على سلوك كهربا وبيفتكر انه مات، لكن بنت بينقذ نفسه وبيرجع له تاني، وبيضرب جون لحد ما بيتعب جدا وبيكون مش قادر يتحرك. وساعتها بيستغل بنت الفرصه وبيصوب عليه المسدس لاخر مره عشان يقتله. وساعتها بيحاول جون انه يجمع كل قوته وبيمسك ماسوره اكسجين وبيحدفها على بنت، ووقتها بيموت بنت في ساعتها. وبتفرح جيني وبتبقى فخوره بيه وبتبدا تحس بامان. وبعدها بياخدها جون وبيطلعوا من المبنى، ولما بيخرجوا بيلاقوا المحقق كيربي واقف مستنيه بره وبيساله فاضل كام شخص في المكان، فبيعرفوا جون انه قتلهم كلهم وانه لما يدخل مش هيلاقي غير جثث. فبيطلب منه كيربي انه يرجع تاني للخدمه وبيوعده انه هينفذ له كل اللي هو عاوزه، لكن جون بياكد له ان دي كانت اخر مره يدخل فيها في قتال مع عصابات، وبيفهمه كيربي ان احتمال يحتاج له في مهمه قريب. وساعتها جون بيراهنه ان ده مش هيحصل ابدا لانه اخذ قرار انه يعيش لبنته بس. وبعدها بياخد جيني وبيطلعوا يركبوا الطياره مع ساندي، واول ما ساندي بتشوفهم بتفرح جدا انه قدر يرجع جيني، وبكده بيكون جون قدر ينفذ وعده لجيني. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقيه الافلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانيه فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها افلام من الاخر جايه من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.